هلا موضوع سلامتك وامانك الشخصي له كل الاولويه. ما لازم حدا يعرف انك عايش. شو في خطه براسك؟ في عندي خطه، يعني لبين ما تتحسن حالتي رح سلم القياده بشكل مؤقت للعقيد توفيق. باشا توفيق مستحيل يكون محل ثقتك يا باشا. رح ينحط تحت الاختبار لشوف إذا كان شخص بنوثق فيه أو ما بنوثق فيه أبداً.